Welcome to the Total Energies CAF Super Cup pre-match press conference. If you would like to ask a question, please raise your hands and wait until we give you the microphone. We have translation English and French. Please allow me to welcome the coach Hossein Amota and the team captain Yahya Jibrani for Wydad. Coach and captain, welcome, and your opening remarks. Thank you very much. بسم الله الرحمن الرحيم. وطبعا مقابلة سوبر أول حاجة يعني نهنئ أنفسنا باعتبار أنه يمكن أول مرة يعني في تاريخ المنافسة الأفريقية أنه ناديين مغربيين يلعبان على كأس السوبر بعد تبركان والوداد. طبعا المقابلة بالنسبة لنا مهمة باعتبار أنه لقب يبحث عليه الكل من الأطر التقنية وللاعبين وللجماهير. أتوقع مقابلة صعبة باعتبار أنها تعتبر يعني ما بين قوسين ديربي مغربي. نتمنى أن نكون في المستوى وأن نقدم يعني مقابلة تليق بسمعة الكرة المغربية والإفريقية إن شاء الله. Thank you coach Hossein Amota. يحيى بليز. سي حسين كان بغينا الكره المغربيه على هذا الانجاز هذا اللي غير مسبوق راه تلعب يعني سوبر خالص مغربي فنتمنى ان شاء الله نتمنى نقدموا واحد المستوى الكبير اللي شرف الكره المغربيه وبدورنا احنا كفريق نادي الوداد ان شاء الله نقدموا كلنا زعما كلنا المستوى ديالنا في الطوب ان شاء الله نكونوا ذاك المزوجين نكونوا في المستوى ديالنا ان شاء الله باش نحسبوا هذا اللقب صالحنا ان شاء الله. Thank you, team captain. Question, please. Coach احساسات المسؤوليه يعني حاول تشرح لنا كيفاش هاد السوبر هو اللي كينقصك وتولي اول مدرب مغربي اللي حائز على شامبيونز ليغ والسوبر. صحيح انه ضاع في سنه 2011 ضاع لنا السوبر لفتح تي بي مازيمبي في المباشي ضاع ضربات الحظ. انا اليوم مع نادي الوداد تنظن انه سنه فعال يعني وسنبذل يعني كل يعني مجهوداتنا ان شاء الله من ناحيه التركيز من ناحيه يعني مجهود بدني من ناحيه حضور تقني وتكتيكي على اساس اننا نقدم مستوى طيب ونبحث على النتيجه باعتبار انه هذا لقب ينقصنا. وصراحه من بين قوسين انا لا ابحث على ان اتميز بالعكس يعني هناك مدربين مغاربه مدرب عرب اللي فازوا يعني بالالقاب الثلاثه كلها ولكن دائما الطموح حسين عمتا دائما يكون دائما البحث على الافضل البحث على الالقاب ليس للغرض الشخصي ولكن للغرض يعني المجموعه كلها لاعبين اطر تقنيه لان الكل يبذل واحد المجهود ديالو ليس الحسين عمتا هو اللي كيشتغل لوحده ولكن هناك طاقم تقني هناك اداره ديال النادي اللي كتشتغل لاعبين جماهير تساند الفريق ولهذا فان شاء الله اذا ما تحقق اللقب فالكل سيكون كان تساهم فيه والكل سيكون سعيد يعني به ان شاء الله. سؤال تفضل مايكروفون بليز. كوتش في البدايه ديال البطوله الاحترافيه اكيد انك ذكرتي بان الفريق مازال ما لقاش ديك التوليفه وداك الانسجام الكامل خصوصا انك التحقتي بالفريق يعني حتى يعني البدايه ديال البطوله. واش حسين عموتا الان نقدر نقولوا انه وجد فريق لانه يقدر يحرز هذا اللقب ديال السوبر؟ صحيح انه يعني يمكن وانا تكلمت عليه بعض المقابلات يعني مقابلات الفتح وبعد مقابلات الدفاع الحسن الجديد لانه الفريق ليس بالجاهز 100% باعتبار انه لا التحاق ديال المدرب ولا التحاق ديال مجموعه من اللاعبين يعني كان بعض الشيء يعني متاخر وحتى اللاعبين اللي كانوا اصلا في الوداد ما التحقوش بالتدريب كان بعض الاصابات اللي هي خفيفه جدا هذا مشكل ولكن غدا ان شاء الله في المقابله فاحنا غننساو هذه المشاكل وهذه الاكراهات اللي كاينه وخاص يعني التشكيل اللي غادي يدخل خاص يكون تشكيل اللي هو
غيبذل المجهود المطلوب منه، اللي غيكون حاضر في جميع النواحي، لا الناحيه البدنيه ولا الذهنيه ولا التقنيه والتكتيكيه. وان شاء الله يعني اللاعبين اللي ما جاهزينش حنا نحاولوا اننا نستافدوا منهم كاحتياطيين، واللي كنتمنى هو انه يكون هناك التكامل اللي هو نطلبوا في اي فريق، ولاننا ان شاء الله نستافدوا من الجزئيات اللي ممكن انها تخلينا نقتربوا من اللقاء ان شاء الله. مساء الخير. تفضل. مساء الخير حسين. مساء الخير. طبيعة الحال كما قلتي سي عموتة، هو ديربي مغربي وعربي بنكهة إفريقية. السؤال الأول هو بالنسبة للانسجام، واش كتشوف لاعبين الوداد يعني مع البداية وصلوا الانسجام المطلوب اللي غيخليهم أنهم ينافسوا بقوة على هذا اللقب؟ وبالنسبة للكابتن الفريق، واش بالنسبة لكم كلاعبين كتفكروا في هذه المقابلة على أساس مقابلة يعني سوبر أم كاين تأر من بركان، خصوصا أنها هي الفائزة ب يعني كأس العرش؟ شيء عادي جدا انه احنا لا يمكن ان نصل للانسجام يعني من اسبوع او ثلاث اسابيع او حتى خمسه ديال الاسابيع ولا سته الاسابيع. انا تنظن انه بالحضور ديالنا مع مرور الاسابيع والمقابلات فالفريق غادي يتحسن المستوى ديالو، غادي يحصل هذاك الانسجام ليس فقط ما بين اللاعبين، ولكن الانسجام ما بين الافكار ديالنا حنايا واللاعبين، هذا هو اللي هو اساسي. اما اللاعبين تقريبا يعني يمكن 60 او 70% ديال اللاعبين فهم كانوا موجودين الموسم الماضي وتلعبوا بعضياتهم عارفين بعضياتهم، فقط نحتاج للانسجام ديال اللاعبين اللي وصلوا متاخرا للتو، مثلا بن عياده اللي يمكن اول مره غادي يكون حاضر معنا، بولي اللي صراحه انا كنت سعيد جدا انه سجل في اول حضور ديالو رغم انه تدرب معنا جوج التدريب، هذا شيء جيد، ولكن مثلا بولي ولا بن عياده يحتاجون بعض الوقت. طبعا نجم العائد يعني من نادي يعني الزمالك من تجربه يعني في مصر، تنظن هادو كلهم محتاجين، وحتى حنايا اللاعبين محتاجين لنا بعض الوقت على اساس انه نرسخوا هذوك القناعات اللي عندنا تكتيكيه اللي كنامنوا بها، لان هي اللي يمكن توصل الفريق يمكن للمنافسه الحقيقيه والقوه ديالته الحقيقيه. طبعا انا تنظن سنحتاج يعني اكثر من وقت باش الفريق يتحسن يعني تدريجيا، ولكن كيف ما قلت قبل قليل هو انه هذا لا يسمح لنا غدا اننا نكون يمكن يعني شاكين في الامكانيات ديالنا. حنا سنلعب بامكانيات اللي هي موجوده، وان شاء الله التشكيل اللي غادي يكون حاضر هو التشكيل اللي هو قادر لانه يلعب بقوه بدنيا ذهنيا وتقنيا وتكتيكيا. كوتش السلام عليكم. سؤالي الموجه السي يحيى جبران. جبران كقائد الفريق، ربما الوداد راه دخل في يعني تربص مغلق، كشخصيه القائد اللي راكم شي مجموعه من التجارب، يعني كيفاش الجو السائد داخل المجموعه والتحفيزات اللي ممكن انها كتحفز اللاعبين في اطار انهم يفوزوا بهذا اللقب؟ كوتش سؤال، واش كاينه قراءه جيده للفريق البركاني خصوصا بعد تغيير يعني الطاقم التقني لهذا الفريق؟ ربما شفنا نهايه كاس العرش وكيفاش فاز نادي بركان، واش كاينه قراءه جيده بتغيير الطاقم التقني اللي وقع على فريق البركاني؟ وشكرا. وكيف قلت يعني الفريق اوكي قلت يعني الفريق دخلنا في تربص يوم الاربعاء، كل شيء جاهز، كل شيء محضر بشكل جيد للمقابله هذه. بالنسبه لزعما الدور ديالي كقائد ولا فمجموعه لاعبين لا جميع مكونات النادي، فزعما ما كاينش شي حافز باش نقرا اكثر من المباراه هذه، مباراه كبيره ما كتحتاجش الحافز، مباراه سوبر، مباراه ديال اللقب، فكنظن بلي جميع اللاعبين كلشي جاهز، كلشي محضر على احسن ان شاء الله احسن مستوى، فكنتمنى ان شاء الله كيف قلت لك في ذاك المباراة الغد ان شاء الله نكون في المستوى ديالنا ونكون كلشي واعي وكلشي مركز بشكل كبير باش نقدر ان شاء الله نكون نحسن هذا اللقاء ان شاء الله في صالحنا ان شاء الله. بعد مرور ديال جوج الدورات يعني جوج المقابلات، تنظن انه لا الطاقم التقني ديال الوداد ولا ديال بركان على الاقل يكون شاف يعني الخصم ديالو. طبعا حنا تنعرفوا الخصم عارفينه من خلال جوج المقابلات بالتغييرات ديال اللاعبين اللي التحقوا به، ولا نفس الشيء يعني الوداد اللاعبين اللي التحقوا به. اللي هو مهم هو انه من جهتنا حنايا اننا كنركزوا على النجاح والفعاليه ديال اللاعبين ديالنا اكثر،
يعني بغض النظر على الفريق ديال الخصم اللي هو المهم هو اننا نحضروا الفريق ديالنا من جميع النواحي وان شاء الله نكونوا فعالين وحاسمين في اللحظات التي خصنا نكونوا اننا فعالين فيها ان شاء الله. السلام تفضل الميكروفون بليز. السؤال الثاني اللي ما جبتينيش واش كتفكروا في رد يعني الفينال خصوصا ان النهضه شوف مباراة الكاس العرش مباراة كيف قلت لك نسيناها فهذا موسم جديد لقب جديد مسابقة أخرى فاحنا إن شاء الله التركيز ديالنا كامل على مقابلة الغد نسينا تماما مباراة كاس العرش فنتمنى إن شاء الله كيف قلت لك ما نفكروش في ديك المقابلة اللي كانت ضد نهضة بركان فعندنا غد إن شاء الله عندنا مباراة أخرى زي ما حوافز أخرين بنوك أخرى فنتمنى إن شاء الله قدر ما أمكن نحسم اللقب إن شاء الله في صالحنا ونقدم مستوى كبير إن شاء الله باش نقدر نحسم اللقب في صالحنا إن شاء الله. السلام عليكم. سؤال لسي الحسين عموتة. سي الحسين يمكن المركز اللي باقي لحد الساعة فريق الوداد ما بقاش فيه استقرار هو مركز الثنائي محور الدفاع يعني تقريبا كل ماتش كنشوفوا ثنائية مختلفة ويمكن غدا عاوتاني نشوفوا ثنائية مختلفة يمكن زولا يمكن بن عيادة يعني واش ما كتخافش أن عدم الاستقرار في محور الدفاع يأثر عليكم في ماتش مهم بحال السوبر كوب؟ شكرا. هو شيء عادي جدا أنه الكل خاصو يتحمل مسؤوليته لا الأطر التقنية احنا كمدربين ولا اللاعبين. يمكن كان هناك إشكال يعني بعد المغادرة ديال مجموعة ديال اللاعبين داري ثم كومارا يعني العودة ديال أبو الفاتح ولا الالتحاق ديال زولا بن عيادة وجا متأخر تنظن أنه خاص اللاعبين يبذلوا واحد المجهود ديالهم باش يتفاهموا ويخلقوا ذاك الانسجام. حنا كان يعني أمامنا تقريبا المقابله اللي فات يمكن العياده التحق يعني قبل من المقابله ولكني ما كانش في ديك التحضيرات يعني يوم واحد دربنا هاد ثلاث ايام اربع ايام تيحاول يخلق انسجام تنظن انه اللاعب اللي تيكون عندهم مستوى عالي هذا او الحس ذاك الحس التكتيكي العالي ذاك لوسونس تكتيك ديفلوبي تيتفاهموا بعضياتهم لانه في العمل ديال التكتيكي ما تيحتاجوش شي حاجه اللي هي كثيره خاص شي شويه ديال التركيز والتحركات ديالنا سواء ديال الضغط او لا ديال لا كوفيرتور ولا شارج ولا كذا ديال البورتور دي بالون هادشي الاشياء اللي كان اللي فاتوا تيخدموها كنتمنى انه ما تكونش اخطاء يعني خاصه يعني في الدفاع كله ماشي فقط في قلب الدفاع ولكن اللي هو مهم هو اننا ننتبهوا لهذه الجزئيات واننا ان شاء الله نكونوا فعالين واللي بدا في المقابله ان شاء الله سيكون يعني حاضر وجاهز لان الكل متحمس لهذه المقابله النهائيه مقابله ديال البطوله والكل متحمس على انه يفوز بالبطوله. نعم انا تنظن انه الحضور الجماعي سيكون يعني كعادته الوداديين سيكون حاضرين يعني بكثره. صحيح انه النتائج ديال الوداد دائما كانت مرتبطه يعني بالحضور الجماهيري اللي صراحه تساند الفريق وتتحط واحد الضغط على الكل لا على الاطر التقنيه ولا على اللاعبين. ومهم جدا لانه احنا شفنا في الوقيته ديال كوفيد لما كان الحجر الصحي وكانت يعني غائبه هذا الجماهير شفنا الحماس في الملعب ما كانش شي حماس. انا تنظن انه مقابله كبيره مثل السوبر كوب حنايا او الاتحاد الافريقي ولا الوداد ولا بركان ولا الجامعه المغربيه فهي كتبيع هذا المنتوج هذا الكروي وتنظن انه الجماهير ديال الوداد غادي تبيع واحد المنتوج وغيتزين المنتوج المغربي باش يكون في المستوى الكبير اللي كيمثل الكره المغربيه ان شاء الله. سؤال
السلام عليكم. إحياء واحد السؤال بغيت نسولك. جاو دو جوار زولا وجونيور في ليفيكتيف، انت ليدر ديال الفيسير، كيفاش دارت الانتيغراسيون؟ والانترينور سي حسين عموتا، السلام عليكم. بغيت نسولك شنو الاضافه اللي يقدر يجيبو دو جوار كوم جونيور وزولا اللي نيميريكمون ايزون رومبلاسي كومارا و مبنزا؟ اولا يعني كنبغي نرحبوا باي لاعب جديد جاي الفراغ، عطينا اضافه في مرحبا به، فرق كبير كنادي الوداد الرياضي كيف كنا كنقولوا لعائله، فاي واحد جاي لهاد العائله خصو يتانتيغرا، وحنا بدورنا حنا كنساعدو وكنعطيو الماكسيموم ديالنا باش نقدروا ندخلوا للجروب باش يقدر يعطينا اضافه. فكيف شفت يعني داكشي بان في التيرن كيف كنقولوا، يعني اول مباراه قدر يسجل زولا، اول ماتش كيدخل كيلعب شي شيلا، فهادي بوادر جيده زعما من هاد الفريق هذا اللاعبين بزاف كيتانتيغراو، فكنتمنى ان شاء الله تزاد العلاقه وتزاد داك التعاقم بيناتنا ان شاء الله باش يقدر ما امكن نعطي واحد المنتوج اللي يكون جاي ان شاء الله في المستقبل. اللاعبين بجوج انا تنظن انه بالعياده لا يحتاج يعني صراحه للتعريف ولا التنويه، لاعب المنتخب لاعب لي هو حماسي، شخصيه لا من الناحيه البدنيه ديالو ولا الناحيه الدينيه ديالو، لاعب لي هو قوي ودائما الحضور ديالو يعني ممتاز. جونيور بولي هداف البطوله السنغاليه، وتنظن اول ظهور ديالو انا كنت سعيد بزاف لانه باش سجل يعني في الربع ساعه الاولى تنظن كان مهم جدا بالنسبه ليه، وحتى اللاعبين باش يثقوا فيه اكثر ويتحمس اكثر، تنظن انه متحمس. واللي كان تما هو انه يحطم الرقم ديال مبينزا ونسي الجماهير الوداديه يعني في المغادره ديال مبينزا. انا تنظن انه لاعب اللي هو متحمس جدا، والاهم بالنسبه لاي لاعب هو الاراده الشخصيه، الاراده ديالته على انه تيبغي انه يكون دائما يعني مميز ويكون في المقدمه، وان شاء الله تنتمنى لهم كل التوفيق مع نادي الوداد. سؤال كوتش الحسين عموت، انت تيم كابتن يحيى جبران. شكرا لك. مزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في.